دلوقتي لما حد بيختفي بنقول ابحث عند الشرطة، بنعمل محضر للشرطة مش محضر عند الشرطة. وألف من يقول لك دور في الجبل الأحمر يمكن تلاقيه هناك. إلا صحيح، هو ليه سموه الجبل الأحمر؟ بيقول لك عشان أي حد بيروح هناك بيطلع أحمر مهما كان لونه، أبيض يطلع أحمر، قمحاوي يطلع أحمر، خمر يطلع أسود يطلع أحمر، أحمر هيحمر أكتر ما هو أحمر. الشعب كله بقى أحمر من بعضه، الشعب ورم ومنفخ. والسؤال هو ليه رجل الشرطة بيعمل فينا كده؟ ليه عايزنا خدامين وهو السيد؟ ليه عايزنا مجرمين وهو جلاد؟ وليه اللي ليه ظهر الرجل الشرطة ما يقدرش يضربه على بطنه، واللي ملوش ظهر يضربه على بطنه وعلى وشه وعلى قفاه؟ ليه بقيت محتاج لحد يحميني من الشرطة اللي المفروض ان هي اللي تحميني؟ ليه ادخل اسم الشرطة وانا خايف على قفايا وكرامتي وحياتي وحقوقي؟ ليه رجل الشرطة مصمم اني اكرهه؟ ليه مصمم اني اخد منه موقف؟ هو انا اخاف من العسكر ولا من الحرامية؟ يعني انتوا سايبين علينا الحرامية علشان نتربى ونبوس ايديهم ونعرف قيمتهم؟ سايبيننا تتسرق بيوتنا وعربياتنا وفلوسنا وعيالنا عشان نعرف قيمتكم؟ ما انكرش ان في ضباط شرطة كتير جدعان، رجالة شرفة بيحموا البلد والشعب، بيحموهم من البلطجية والحرامية، وما بيهزقوش حد وبيحترموا كرامة الناس، وكمان بيضحوا بحياتهم علشان يعملوا الواجب اللي عليهم. دول بنبعت لهم مليون تحية. بس ليه الكل مش كده؟ دي مش منحة، مش هدية، ده الواجب والقانون. المشكلة في القانون. الضابط اللي ما بيطبقش القانون بيفلت من العقاب، عشان كده بيفضل ما يطبقوش لأنه ما بيهموش. هو أنت ليه دايما محاصرني وفيا بتعادي؟ تبقى قاتلني وكسرني وتروح تنام عادي؟ وضبطلي وحبشتلي الخلطة يا عم يا اللي حاميني، قتلتني أونطة، وحق صوت الأدان اللي واصل ملطة، لا ينتقم ربنا من المفتري السادي.